التشيز كيك بالشوكولاتة والفراولة. بالنسبة للقاعدة عندنا 400 جرام بسكوت شوكولاتة و 60 جرام زبدة مذابة. وبالنسبة للتشيز كيك عندنا 600 جرام جبنة كريمية، 150 جرام حليب مكثف محلى، 1 معلقة صغيرة فانيليا، نص معلقة صغيرة ملح، 100 جرام ساور كريم، 30 جرام جيلاتين، 1 كوب فراولة مقطعة مكعبات، 1 كوب رقائق شوكولاتة. بعد كده هيكون عندنا الجناش، عندنا حوالي 400 جرام شوكولاتة وواحد ونص معلقة كبيرة كريمة. وبالنسبة للتوبينج عندنا فراولة مقطعة شرائح. أول حاجة هنعملها هنجيب الصينية وهنبتدي نحط فيها القاعدة. هخلط الزبدة مع البسكوت، نقلبهم مع بعض وهنحطهم في الصينية. هنفرد الخليط في الصينية. وهنضغط عليه بالإيد علشان نتأكد انه هو متماسك. اوكي. وبكده نكون جهزنا القاعدة. بالنسبة للتشيز كيك الحشو هنحط الجبنة الكريمية، أنا عايزة أشيل ده، وهنحط الملح، الفانيليا، الساور كريم، الحليب المكثف المحلى. هنحط كله مع بعض وهنخلطهم، ولحد ما يختلطوا مع بعض كويس هندخل الجيلاتين المايكروويف علشان ندوبه مع المياه اللي حطيناها عليه. وبعدين لما دول يختلطوا مع بعض هنبتدي نزود الجيلاتين معاهم، والخلاط شغال او العجان شغال علشان الجيلاتين ما يجمدش، لان طبعا الجبن كلها والساور كريم باردين من التلاجة، فهنزوده عليهم وهم بيختلطوا علشان ما يجمدش قبل ما يختلط معاهم. هبتدي احط الجيلاتين بكده. خليط الجبنة الكريمية جاهز، هاخده دلوقتي واحط الفراولة والشوكليت شيبس. اخلطهم مع بعض. واحطهم فوق القاعدة اللي ببسكوت الشوكولاتة والزبدة اللي عملناها مع بعض.
هفرد خليط التشيز كيك قبل ما نطلع فاصل انا هدخل الكريمه والشوكولاته الميكروويف علشان يسيحوا لان بعد كده هنستعملهم للجناش. التشيز كيك كده مسكت نفسها شويه، نقدر دلوقتي نحط عليها الجناش ونفرده عليها وبعدين هنرجع ندخله التلاجة مرة تانية. اوكي هندخل دي التلاجة واجيب الجاهزة من التلاجة. احنا كده فاضل لنا تزيين التشيز كيك، هنبتدي نحط قطع الفراولة. وبعدين هنبتدي نعمل صف كمان. وهنكمل لحد ما نغطي كل الجناش بالفراولة.